السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: الفرق بين الجن وإبليس والشيطان. الجن إنهم من مخلوقات الله، خلقهم الله من النار، خلقهم كالإنسان لعبادته وطاعته والابتعاد عن ما نهاهم عنه. الجن المؤمن يسمى جنا، إنهم مؤمنون بالله وطيبون. إبليس إنه من الجن، واسمه الشخصي إبليس. وعندما أصبح شريرا متمردا على أوامر الله وكفر، سمي شيطانا. فالشيطان هو صفة لكل مخلوق شرير كفر وتمرد على أوامر الله، سواء كان إنس أو جن. فالإنسان الكافر المتمرد على أوامر الله الشرير يطلق عليه شيطان إنسي.